لي على الباب الدار. ها شوف شوف هالما هالما خرج لي على الباب الدار. ها انت ها انت هالما خرج لي على الباب ديال الدار. ها انت شوف دابا راه شويه دابا راه قدات المستقبل ديال الصلاح هنايا باش كيجي هينا. شلت حول هاد الواد الحر شوف شلت حول هاد الواد ديال الواد الحر حيت كامل حول هاد الواد الحر حيت ديالي تقلي من واحد الجهه. شوف الكحولة ديال الواد ديال الواد السلام عليكم. انا احمد سطيبه ساكن بوبانا يعني سيد الفيلاس كيطرقوا عليا هنا عند شي القوارص غير قانونيا وطرقنهم عليا. دابا كيدخل لي هذا الواد الحر الدار ديالي فهمتيني. هذا الواد غير قانوني ما عندهم عليه لا رخصه لا حتى شي حاجه. عملت الرساله من اماندس المدير ديال اماندس جات اماندس ما عملت معي حتى شي حاجه. عملت رساله من العمده جات اللجنة ما عملت معايا حتى شي حاجة. عملت الرسالة للسيد الوالي ما كاين حتى شي حاجة ما كاين حتى شي حاجة اللي يعني جاو ما عملوا معايا حتى شي حاجة. هنايا جات اللجنة فهمتيني ثلاثة د الفيلات كاملين كيكبوا عليا. الضرر اللي عندي هو هذا الواد الحر كيفيط عليا كيدخل لي الدار ديالي فهمتيني. هذا هو الضرر ديالي أنا. وهذا الواد هذا تكيت عليه ما حتى شي واحد مداها فيا. الخسارة اللي عندي هو البير ديالي مشالي والأرض ديالي مشات لي والسور ديالي غادي يطيح لي فهمتيني. هذه هي الخساره اللي عندي انا. وهذا الماء هذا كامل عمره ما كان وهذا الشيء هذا راه حنا في وسط واحد النسمه ديال الواد الحار لا يطاق لها عايش انا في وسط الواد الحار فهمتيني. وهاد الناس هادو مشيت لعندهم وتكيت منهم وتكيت منهم ما دا فيا حتى شي واحد فهمتيني. ومشيت تكيت على المسؤولين حتى شي واحد ما دا فيا. الطرف ديالي انا هو هذا الواد الحر يزول في سيبه نهائيا ما يبقاش يجيز قدام الدار ديالي نهائيا. هذا هو الطلب ديالي وهذا الطلب قلت لاماندس. ما الواد هذا غير قانوني خصو يزول الا كان السيد عنده شي رخصه فهمتيني. هذه الرخصه هذه ديال الزيئه راه ما كايناش من هذه الزيئه هذه. راه حنا عندنا البلان بغيت نوريك حتى البلان ديال الزيئه عندي انا. عندهم الرخصه ديالهم مليهن. وهاد الناس هادو راهم ظلمونا راهم تعداو علينا. اين فين هاد المسؤول اللي مشينا تكين عليهم؟ فين العمده؟ فين المدير ديال اماندس؟ فهمتيني ما كاين حتى شي حاجه. هادي ثلاث شهور دابا ثلاث شهور وانا في هاد الحاله هادي. الى سللوا لا بيسينا وطلقوا الماء بزاف كيخرج عليا القادوس الصغير. القادوس ما كيديش هذيك الكميه ديال الماء ديال ثلاثه الفيلات ثلاثه البيسينات فهمتيني. هذا راه فهمتيني راه منكر. هاد الناس هادو ما كاينش اللي غادي يهضر معاهم. ما عندهم لا رخصه لا حتى شي حاجه. هذا الشيء انا كنأكد لك عليه. هاد المنطقه هادي انا عشت فيها وهادي سنين وانا عايش هنا عمر هاد الضرر ما كان فهمتيني. عمر هاد الضرر ما كان. هاد الضرر هذا راه قهرني وقهرني ولادي وقهرني الدار ديالي وقهرني الجداد ديالي. كلشي كيشرب الماء الجداد ديالي كلشي بابا كيشرب بخرارو. وهذا دابا فهمتيني دابا انا وليت كنخاف. انا وليت كنخاف من هاد الظاهره هادي فهمتيني. راه هاد الشيء بزاف انا ما خليت على ما تشكيت. وعندي عندي هاد الشكايات عندي عليه فهمتيني عندي عليه متواصل عندي حجات على هاد الناس هادو